اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا النوع بوليش نمري، بوليش نمري. سعر السيت يعني دجاجتين وديج سعرهن 200 دولار. هذا النوع يعني يبيض يعني تقريبا البيض مالته من 20 إلى 30 بيضة، ويرجع يقطع وياخذ فترة ويرجع نفس الشيء بيض، ما يكرك للعلم الا تترك له البيض او شغلات تسوي له تخلي له بيضه تحفيز يلا يرجع يترك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.